يا دي النيله، ما حطوش مكسرات على الرز بلبن، يعني اودي وشي منين بقى؟ اقول له ايه لما يجي وهو مش لاقي مكسرات على الرز بلبن؟ يا ربي ايه انت اللي بتعملي ده؟ حبي بص انا جايبه لك الزياره دوره، هو دي سوداني. اظن بقالك كتير ما شفتش لب صح؟ بقالي كام سنه ما اكلتش لب. بص ترمس انت مقتنع ان انا باكل الحاجات دي كلها؟ هتاكلها، ده انا شايلها على قلبي من مصر يا مور. بطاطا. خلاص كفايه كده، انا شايف كفايه برضو كده. عايز ايه؟ تبتدي بايه؟ باكل بطاطا. ايه الملكه اليزابيث عملت عيد ميلادها هنا؟ قعدت هنا على الكرسي ده؟ يا دي الفضايح. تعالى يا حب تعالى نروح نقعد في حته تانية يا اخويا، ناكل براحتنا، ناكل بطاطا احنا ولا يهمنا ابو صلاح عندنا. هاو او لقاء خاص قريبا على قناة مصر الأولى.